هل الإرجاء والمرجئة بقية في هذا العصر؟ بلا شك، بكثرة بعد، موجودون بكثرة، ومذهبهم يصلح لأهل الفساد وأهل الشهوات وأهل، يقولون الحمد لله ما دام إنا مؤمنين وإنا من أهل الجنة ما علينا لو فعلنا ما فعلنا، فهو يصلح لأهل الشهوات وأهل الانحراف، يصلح لهم، يفرحون به، وله ناس يدعون إليه الآن. نعم.